السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر اكتشف الترم الثاني، منهج برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي، وبنكمل مع بعض شرح شابتر 3 او الفصل الثالث باينج سيلينج اند سيفينج. buying يعني الشراء و selling يعني البيع and saving والادخار، وطبعا ده في المحور الثالث how the world works او كيف يعمل العالم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 60، والنهاردة هنبدأ شرح page 61 او صفحة 61، وعنوانها going shopping. going shopping يعني الذهاب الى التسوق. هنروح نعمل عملية تسوق وهنشتري بعض البضائع مع بعض. وطبعا البيج اللي بيكلمنا فيها عن نادية او الطفلة نادية ومامتها، وهما طبعا بيقوموا برحلة سياحية صغيرة في بلد تانية، في بلد جديدة. نادية نسيت الشنطة بتاعتها، شنطة من الشنط بتاعتها هي ومامتها، والشنطة دي كان فيها بعض البضائع والحاجات اللي هم اشتروها فعلا وهيحتاجوها تاني، لان كان في الشنطة دي بعض الحاجات الخاصة بالطعام بتاعهم وباحتياجاتهم الشخصية. فطبعا هنا بيكلمنا عن اللي حصل مع نادية ومامتها لما فقدوا الشنطة دي. وتعالوا نقرأ مع بعض حصل ايه بالظبط. نادية and her mother، نادية ومامتها، are tourists يعني هم سواح، in a new town يعني في بلد جديدة. نادية lost one of her bags، نادية فقدت one of her bags، حقيبة من الحقائب بتاعتها، شنطة من الشنط بتاعتها. they need، هم يحتاجوا، to replace، ان هم يستبدلوا، يعملوا عملية استبدال، يجيبوا حاجة بدل الحاجات اللي ضاعت منهم دي. the items، العناصر، on the list، اللي موجودة في القائمة، below، بالاسفل، في قائمة موجود فيها الحاجات اللي كانت موجودة في الشنطة اللي ضاعت من نادية دي اللي هي فقدتها. الليستة دي مكتوب فيها الحاجات اللي كانت موجودة في الشنطة اللي ضاعت، عايزين نعمل لها عملية replace او استبدال، ان احنا نشتري حاجات مكان الحاجات اللي ضاعت دي. فانا بيقول لك they are also hungry، هما كمان also يعني ايضا، hungry يعني جاعنين، محتاجين ان هما ياكلوا. which stores، اي المتاجر، should they visit، يجب عليهم ان هما يزوروها. should يعني يجب، زي visit ان هم يزوروها. read the shopping list يعني اقرأ قائمة التسوق اللي هم هيتسوقوها تاني. look at the stores، انظر على المتاجر. match the shopping list item، وصل العناصر اللي موجودة في قائمة التسوق. with the store، بالمتاجر او بالمتجر، where it is sold، اللي بتباعها. فزي ما احنا شايفين هنا يا اصحابي في دي الشوبينج ليست او القائمة بتاعت التسوق، مكتوب عليها grocery list او قائمة الحاجات اللي المفروض يشتروها يتسوقوها. وهنا الستورز او المتاجر اللي هنعمل بينها توصيل هي والعناصر اللي موجودة في الشوبينج ليست دي او في قائمة التسوق دي. فزي ما احنا شايفين عندنا هنا البوك ستور او محل بيع الكتب، متجر بيع الكتب، والبيكري او المخبز، والكلوزنج ستور او محل بيع الملابس، والجروسري ستور او البقالة، متجر البقالة، والفارماسي او الصيدلية. وطبعا هنا الجروسري ليست او قائمة التسوق اللي احنا عايزين نشتريها مرة تانية. تعالوا نوصل بين الايتمز اللي موجودة في الشوبينج ليست والستورز المختلفة.
فزي ما احنا شايفين يا اصحابي هنا في الجروسري ليست او في قائمه التسوق دي اللي هي الشوبينج ليست، موجود هنا اول حاجه البريد. البريد او الخبز، البريد او الخبز بنشتريه من البوك ستور، متجر الكتب او محل بيع الكتب، ولا من البيكري، البيكري المخبز، ولا من الكلوزنج ستور اللي هي محل بيع الملابس، ولا من الجروسري ستور اللي هي البقالة، متجر البقالة، ولا من الفارمسي، الفارمسي اللي هي الصيدلية. طبعا شاطرين البريد بنشتري من البيكري، من البيكري المخبز، فنعمل عملية ماتشنج او توصيل زي ما احنا شايفين قدامنا بين البريد والبيكري. طب تاني حاجة موجودة عندنا اللي هي التوث بيست. التوث بيست او معجون السنان، التوث بيست معجون السنان، التوث بيست معجون السنان بنشتريه من البوك ستور، من محل بيع الكتب، ولا من الكلوزنج ستور، من محل بيع الملابس، ولا من الجروسري ستور، من البقالة، ولا من الفارمسي، من الصيدلية. شاطرين بنشتريه من الفارماسي، من الصيدلية، فنعمل عملية ماتشنج زي ما احنا شايفين وهنوصل التوث بيست بالفارماسي. طب تالت حاجة عندنا هنا الميديسن، الميديسن او الدواء، بنشتريه من البوك ستور، ولا من البيكري، ولا من الكلوزنج ستور، ولا من الجروسري ستور، ولا من الفارماسي. شاطرين الميديسن بنشتريه من الفارماسي برضو، من الصيدلية برضو، فهنعمل عملية ماتشنج بين الميديسن والفارماسي. طبعا عندنا هنا الهاني، الهاني او العسل، الهاني او العسل بنشتريه من البوك ستور، ولا من البيكري، ولا من الكلوزنج ستور، ولا من الجروسري ستور، ولا من الفارماسي. شاطرين اكيد الهاني بنشتريه من الجروسري ستور او من البقالة، فهنعمل عملية ماتشنج هنا ونوصل الهاني بالجروسري ستور. طب السكيرت، السكيرت او التنورة او الجيب بتاعت البنات، المفروض السكيرت او التنورة بنشتريها من البوك ستور، ولا من البيكري، ولا من الكلوزنج ستور، ولا من الجروسري ستور، ولا من الفارماسي. شاطرين بنشتريها من الكلوزنج ستور او من محل بيع الملابس، لان هي نوع من انواع الملابس، فهنوصلها بالكلوزنج ستور زي ما احنا شايفين. طب البوك، البوك او الكتاب بنشتريه من البوك ستور، ولا من البيكري، ولا من الكلوزنج ستور، ولا من الجروسري ستور، ولا من الفارماسي. شاطرين طبعا بنشتري من البوك ستور او من محل بيع الكتب، فهنوصل بينه وبين البوك ستور زي ما احنا شايفين. طبعا عندنا التوث براش، التوث براش او فرشاة الاسنان، بنشتريها من البوك ستور، ولا من البيكري، ولا من الكلوزنج ستور، ولا من الجروسري ستور، ولا من الفارماسي. شاطرين بنشتريها برضو من الفارماسي او من الصيدلية، فنعمل عملية ماتشنج بينها وبين الفارماسي. واخر حاجة الكومب، الكومب او المشط، بنشتريه من البوك ستور، ولا من البيكري، ولا من الكلوزنج ستور، ولا من الجروسري ستور، ولا من الفارماسي. شاطرين الكومب المفروض بنشتريه برضو من الفارماسي او من الصيدلية، لان هو اداة من ادوات الهايجين او النظافة الشخصية والعناية الشخصية، فهنوصله بالفارماسي او هنعمل عملية ماتشنج بينه وبين الفارماسي زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا حل البيج دي وعرفنا المطلوب مننا فيها ايه بالظبط، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 62 او صفحة 62 وعنوانها شوبينج فور نادية. شوبينج يعني التسوق، فور نادية، فور نادية لأجل نادية، نادية بتقوم بعملية التسوق دلوقتي. وهنا بيحكي لنا حكاية صغيرة جميلة قوي او ستوري صغيرة، والستوري دي يا اصحابي هي ستوري
هي فيكشن، فيكشن أو خيال، وهي imaginary story. imaginary story يعني قصة خيالية، وطبعا أي story في الدنيا أو أي قصة في الدنيا لها بعض العناصر، لها طبعا الأشخاص أو الكاركترز اللي بيبقوا موجودين فيها، دي أول حاجة. تاني حاجة لها places أو الأماكن اللي بتدور فيها الأحداث بتاعت الستوري دي. فطبعا هنا زي ما قلت لكم دي فيكشن أو ستوري خيالية، imaginary story. وهنا الستوري بتكلمنا برضو عن نادية صاحبتنا، تعالوا نشوف بتقول ايه. read the story، read the story يعني اقرأ القصة. نادية and her mother، نادية ومامتها. are tourists، are tourists هم سواح. in a new town، in a new town في مدينة جديدة. when they arrived، when they arrived، when يعني عندما. they arrived هم وصلوا. نادية realized، نادية realized، realized يعني أدركت، خدت بالها. نادية realized she lost a bag on the trip، she lost هي فقدت a bag حقيبة on the trip في الرحلة بتاعت السفر بتاعهم. this morning هذا الصباح. they are shopping هم كانوا بيعملوا عملية تسوق. these are the goods هذه هي البضائع. they still need، they still هم ما يزالوا. need يحتاج طبعا زي ما عرفنا need قبل كده يعني يحتاجوا. to buy، to buy يعني ان هم يشتروا. فطبعا بعد ما نادية فقدت الحقيبة بتاعتها دي في التريب بتاعتهم او في الرحلة بتاعتهم، هي realized او she realized يعني هي ادركت ان هم محتاجين بعض البضائع او بعض الجودز ان هم يشتروها مرة تانية ويعملوا عملية buying او شراء للبضائع دي مرة تانية. فطبعا الليستة بتاعت الجودز دي او البضائع دي اهي موجودة. هما طبعا شاطبين هنا او عاملين عملية شطب هنا على الحاجات اللي هما اشتروها بالفعل. طب الحاجات التانية اللي هي لسه محتاجين يشتروها لسه ما شطبوش عليها، فهنا عندنا مثلا البريد، البريد او الخبز، والميديسن، الميديسن او الدواء، والهاني، الهاني او العسل، والشيرت، الشيرت او القميص، والبوك، البوك او الكتاب. الحاجات دي هم لسه. they need، they still need to buy، they still need to buy يعني هم يزالوا يحتاجوا ان هم يشتروها، لسه محتاجين يشتروها. they still يعني هم ما يزالوا. need يحتاجوا to buy ان هم يشتروها. فطبعا هنا اول صورة او اول بيكيتشر موجود فيها البريد او الخبز، فهنا بيقول لنا first، first يعني اولا. they go to the bakery، they go to the bakery يعني هم راحوا المخبز. to buy bread ان هم يشتروا الخبز، to buy bread ليشتروا الخبز. it smells good، it smells good يعني انه له رائحة جميلة، رائحة طيبة، ريحته حلوة. نادياز mother، مامة نادية، نادياز mother مامة نادية، وطبعا الابوستروفي اس هنا دي اس الملكية، طبعا اي حاجة بتيجي بعد منها هي ملك نادية. نادياز mother يعني مامة نادية، اي حاجة بتيجي بعد منها هي بتبقى متعلقة بنادية. فنادياز mother يعني مامة نادية. pays، pays يعني دفعت، قامت بدفع. pays دفعت the baker للخباز 5 le، le هنا يعني pound، pound يعني جنيه. نادياز mother pays the baker 5 pounds يعني مامة نادية دفعت للبيكر، للبيكر او الخباز 5 pounds، 5 pounds يعني 5 جنيه اول حاجة هم اشتروها. طب next، next التالي. they go to the grocery store، they go to the grocery store يعني هم ذهبوا لمتجر البقالة. to buy honey، to buy honey انه علشان يشتروا العسل.
to buy honey ليشتروا العسل. Nadia's mother, Nadia's mother يعني مامة Nadia pays the grocer, دفعت للبقال pays the grocer 5 pounds, 5 pounds يعني 5 جنيه. Next التالي. They go to the pharmacy, they go to the pharmacy هم ذهبوا إلى الصيدلية. To buy medicine, to buy medicine ليشتروا الدواء. Nadia's mother, مامة Nadia pays, دفعت. The pharmacist الصيدلي, الصيدلاني اللي هو الطبيب الصيدلي اللي بيبقى واقف في الفارماسي أو في الصيدلية علشان يصرف للناس الدواء ويبيع لهم الدواء, ده اسمه pharmacist. Pharmacist يعني صيدلي. 9 pounds, 9 pounds يعني دفعت له 9 جنيهات. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. طبعا لسه بنكمل shopping for Nadia. وبعد كده هم راحوا فين يا أصحابي؟ Then they go to the clothing store. Then ثم بعد ذلك. They go to the clothing store يعني هم ذهبوا لمتجر بيع الملابس, محل بيع الملابس. To buy a shirt, to buy a shirt ليشتروا قميص. Nadia's mother, Nadia's mother مامة Nadia pays 11 pounds. Pays يعني دفعت 11 pounds 11 جنيه for the shirt على ثمن القميص. Finally, finally يعني في النهاية. They go to the bookstore, هم راحوا للبوكستور أو متجر بيع الكتب. To buy a book, to buy a book ليشتروا كتاب. Nadia wants, Nadia أرادت. تريد أن تقرأ. On the train ride, في رحلة القطار بتاعتهم للبيت. يبقى train ride home, رحلة القطار بتاعهم اللي هم يركبوه وهم مروحين البيت. فهي نادية عايزة تقرأ كتاب في train ride home. Nadia's mother, مامة Nadia pays, دفعت. The book seller, book seller بائع الكتب. Seller يعني بائع. 7 pounds, 7 pounds يعني 7 جنيهات. Nadia sees, Nadia رأت. Nadia شافت. A book of maps, book of maps كتاب عن الخرائط. Maps يعني خرائط. She wants at the book store. She wants at the book store يعني هي أرادته أو هي كانت عايزة الكتاب ده في متجر بيع الكتب. It costs, it costs هو يكلف. Costs يعني يكلف يعني تمنه. 20 pounds, 20 pounds يعني 20 جنيه. She will save, هي سوف تدخر. Save يعني ادخر طبعا. Her money, her money يعني فلوسها نقودها. So لذلك. She can buy it next time, هي she can هي تستطيع. Buy it أن تشتريه. Next time المرة الجاية, next time المرة القادمة. فهي لما شافت الكتاب ده في البوك ستور اللي هو book of maps أو كتاب الخرائط ده, هي كانت عايزة تشتريه بس لقيته بيكلف 20 جنيه, 20 pounds. فهي قررت ان هي تعمل saving with save her money, ان هي تدخر فلوسها. So she can buy it, so she can buy it next time. So لذلك she can buy it next time, هي تقدر او هي تستطيع ان تشتريه المرة القادمة. فدي الستوري الجميلة بتاعت الشوبينج فور ناديا او نادية وهي بتتسوق هي ومامتها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا. ونوصل لبيج 65 او صفحة 65. وطبعا بيج 64 كانت صفحة فاضية. وبيج 65 عنوانها stores Nadia visits. stores يعني متاجر. Nadia visits, Nadia زارتها. Nadia visits يعني Nadia قامت بزيارتها. visits يعني يزور. وهنا بيقول لنا cut out, cut out يعني قص. each
سكوير، كل مربع من المربعات دي هو مدينا هنا 5 بيكتشرز او 5 صور، كل صورة موجودة في سكوير او في مربع. فهنا بيطلب مننا ان احنا نعمل cut out او ان احنا نقص السكويرز دي، وبعد كده glue الزق بالصمغ the events الاحداث، يعني كل متجر بيدل على ايفنت معين او حدث معين. طبعا نادية زارت الجروسري ستور، ونادية زارت الفارمسي، ونادية زارت البيكري، ونادية زارت الكلوزنج ستور، ونادية زارت البوك ستور. فدي 5 اماكن او 5 متاجر، 5 ستورز نادية فيزيتس او نادية زارتها. فهنا طبعا اول واحد الجروسري ستور، ده نمبر 1. بعد كده second او التالي كان الفارماسي، third او التالت البيكري او المخبز، fourth او الرابع closing store، والfifth طبعا كان البوك ستور، او الخامس كان متجر الكتب. ده ترتيبهم اللي هم موجودين في البيج دي. فهنا بيقول لك glue الزق بالصمغ the events الاحداث in the order بالترتيب، they happened هم حصلوا، on the next page في الصفحة التالية. فطبعا هنقص ال 5 squares دول او الخمس مربعات دي، وهنعمل لها عملية glue او لزق بالصمغ بنفس الترتيب او in the same order في البيج اللي جاية. ونوصل لبيج 67 او صفحة 67، وعنوانها Where did Nadia go next؟ أين ذهبت نادية بعد ذلك؟ فطبعا هنا بيقول لنا glue the events، الزق الأحداث بالصمغ of the story اللي قامت بيها نادية، أو اللي عملتها نادية في الستوري أو في القصة، in the order بالترتيب they happened اللي حصل بالفعل في الستوري. Write the order of the event، اكتب ترتيب الحدث، on the line على الخط، next to your picture المقابل للصورة بتاعتك. فنرجع نشوف الستوري بتاعتنا ونعرف هي نادية عملت ايه. ففيرست نادية راحت فين؟ فيرست اولا طبعا، اولا نادية راحت البيكري هي ومامتها، واشتروا الخبز، ومامتها دفعت 5 pounds. فاول حاجة في الفيرست نحط الصورة بتاعت البيكري او الخباز، وهي مكتوب بالفعل جنبها فيرست. طب بعد الفيرست دايما يا اصحابي بيجي السكند. سكند يعني الثاني، الترتيب الثاني، وده الاوردر بتاعها او الترتيب بتاعها في الاحداث او في الايفنتس اللي موجودة في الستوري. طب السكند او التالي، طبعا سكند يعني الثاني، الترتيب الثاني، وده الاوردر بتاع الحدث ده او الايفنت ده في الستوري اللي احنا خدناها من شوية. السكند او التاني هم راحوا الجروسري ستور او متجر البقالة علشان يشتروا الهاني او العسل اللي هم كانوا عايزينه. فهنحط هنا صورة الجروسري ستور او متجر البقالة، وهنكتب هنا سكند الثاني. طب التالت in English اسمه third، الترتيب التالت. هما بعد ما راحوا الجروسري ستور واشتروا الهاني، راحوا الصيدلية او الفارماسي علشان يشتروا الميديسن او الدواء اللي هما كانوا محتاجينه. فهنكتب هنا third او الثالث، وهنحط هنا الصورة بتاعت الفارماسي او الصيدلية. وبكده احنا كملنا الترتيب التالت في events الخاصة بالستوري بتاعتنا. طب وبعد كده راحوا فين؟ المكان الرابع اللي راحوا كان اللي هو الكلوزنج ستور او متجر بيع الملابس. فطبعا هنحط هنا الصورة بتاعت الكلوزنج ستور او متجر بيع الملابس، وهو كتب لنا هنا فورس يعني الرابع، يعني الترتيب الرابع. واخر حاجة واخر مكان ظروف الستوري اللي احنا خدناها
هما راحوا للبوك ستور أو متجر بيع الكتب علشان خاطر يشتروا الكتب اللي هما عايزينها. ونادية كمان شافت الكتاب بتاع بوك اوف مابس أو كتاب الخرائط اللي هي هتعمل سيفنج للماني بتاعتها أو أو فور هير ماني علشان خاطر تقدر تشتري next time أو المرة القادمة. فهنحط هنا الصورة بتاعت البوك ستور أو متجر بيع الكتب، وهنكتب هنا fifth يعني الترتيب الخامس. وبكده احنا عملنا ترتيب للأحداث أو حطينا pictures in order that they happened in the story. وبكده نكون حلينا البيج دي وانهينا شرح درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، واللينكس بتاعتها موجودة في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.